بعيدا عن السعي وراء ضمان جودة التعليم لأبنائهم والحرص على تحسين مستوى مكتسباتهم، ترفع جمعية أولياء التلاميذ مطلب خفض معدل الانتقال إلى الطور الثانوي إلى 9.50 بدلا من 10، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية اعتبار كل من تحصل على معدل 9.50 ناجحا في شهادة التعليم المتوسط. اعتماد معدل 9.5 للانتقال من الطور المتوسط إلى الطور الثانوي في الحقيقة يضر بالملمح ملمح التلاميذ المنتقلين أو الناجحين من المتوسط للثانوي، وفي حقيقة الحال هذا المستوى نرى أنه لا يؤهلهم لخوض معركة التعليم في الثانوي. جمعية أولياء التلاميذ وفي مراسلتها المرفوعة لوزير التربية بررت مطلبها هذا بغياب مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن المتحصل على معدل 9.50 في شهادة التعليم المتوسط يعد ناجحاً، بينما يعد المتحصل على معدل انتقال يساوي 9.50 أو يفوقه دون 10 يعد راسباً في هذا الطور من التعليم. هذا هي اختبار لما أخذه التلميذ ثلث سنة، بينما المعدل الفصلي أو المعدل السنوي هو عبارة عن معدلات الفصول الثلاثة تجمع ثم تقسم على ثلاثة، وبالتالي ليس التلميذ الذي يختبر في مواد السنة الدراسية كلها فهوش كما التلميذ الذي يختبر أو النقطة التي يحصل عليها من الاختبار الذي يجرى له في الفصلي. وعلى ما يبدو فإن بلوغ مرحلة النوعية في تكوين تلاميذ يتمتعون بالجودة في تعليم يضاهي المستويات العالمية يعد تحديا صعب المنال في ظل بروز هكذا مطالب.